الخير بتوقيتي. اليوم أنا عندي امتحان الساعة 2 الظهر. So I'm having breakfast الساعة 12:30 and I'll study a bit. أكيد لازم أشرب ماتشا لاتي عشان أركز. وطلبت هالساندويتش أول مرة أطلبه اللي هو الفور تشيز ساندويتش. And for my notes, I always like to use good notes. I like download the slide وأكتب I do highlights وهالسوالف في السلايد نفسه. But you can also combine documents together. هذا هو الاب بنات اسمه good notes. This is my second meal of the day. بعد الستاربكس أطلبت جليز دونت ونوتيلا. واي لذيذة نوتيلا. You can tell this is my favorite donut والجليز. أحبه لأنه في شوكليت داخل و it's basically نوتيلا و ياسا أشتغل على أشياء الجامعة. وصلني بعد هالباكج اليوم فقلت بصوره بما أنه ياسا صور ماي فلوج. شوفوا كيف وايد كيوت. هذه لوحة بألواني المفضلة باسمي. بحط لكم حساب التاجرة فوق هنا بتحصلون. جبت ستاربكس للمرة الثانية بس عشان أجرب ترند لمن منت ويا ستروبري. هذا هو الريد بول ينطفى. طعم البنات وايد ريفرشينج. I recommend.